رجعنا من الفاصل. طبعا خلال الفاصل كل واحدة من زميلاتي كانت لازمة تلفونها قاعدة تشيك سوشيال ميديا، اللايكات، الكومنتات، فقررنا حتى نركز بالحلقة نترك كل الموبايلات على الميز ونركز ويا ضيفتنا. اليوم ويانا ضيفة مميزة وعزيزة على قلبي أنا لأنها صديقتي، مدونة الأزياء أو مدونة الموضة ديما الأسدي. أهلا بيك ديما. هلا وسهلا. طبعا ثانك يو سو ماتش على الاستضافة.